أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. منفذ السكك المؤدي إلى سوريا، المنفذ غير الشرعي. يعتبر منفذ السكك غير الشرعي والذي تسيطر عليه الميليشيات التابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم من المنافذ الرئيسية والمهمة التي يعتمد عليها النظام الإيراني وحلفائه من الميليشيات في العراق في إدامة وجودهم في سوريا وتوفير مورد مالي هائل لهم من خلال التجارة غير الشرعية، والتي سنتناولها بالتفاصيل مع الفيديو الذي سوف نعرضه الآن. هذا الفيديو يبين مصور من قبل أحد الأشخاص يضع الكاميرا في سيارته ويتجول بالقرب من المنفذ. لهذا المنفذ أهمية كبيرة لدى الميليشيات الموالية لإيران، حيث يعتبر هذا المنفذ من الطرق المؤدية إلى مدينة البكمال، والتي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله ولواء الطفوف والحرس الثوري الإيراني باعتباره شريانا حيويا ومهما للإمدادات اللوجستية والدعم المادي. يعتبر هذا المنفذ البوابة الرئيسية للتهريب من العراق إلى سوريا، ويشمل التهريب جميع المواد غير المشروعة من مخدرات وكحول وسجائر وحبوب هلوسة وسلاح، وتهريب مقاتلين وكذلك الأغنام. بالنظر لأهمية هذا المنفذ وكونه يحظى بتأمين عسكري كبير وحراسة مشددة، يتم استخدامه من قبل قادة الميليشيات من المطلوبين دوليا، حيث يذكر بأن قائد سرايا الخرساني المطلوب دوليا حامد الجزائري قد دخل من سوريا إلى العراق عبر منفذ السكك الحدودي باعتباره منفذا آمنا ومسيطرا عليه بشكل تام من الميليشيات الإيرانية. هذا المنفذ يعتبر من أهم الطرق التي تستخدمها الميليشيات في العراق والميليشيات الأفغانية في التنقل من وإلى العراق وسوريا. نقرأ من التعليقات حول هذا المنفذ الذي تستخدمه الميليشيات في العراق، الميليشيات الإيرانية. إسماعيل محمد الكويسي قال: بلد مستباح بعلم الجميع بقصد تدميره وخرابه عمدا. أبو عبد الرحمن الأنباري قال: قرة عين الحكومة بس قادرة تمنع الدراجات وتطبيق القوانين على المواطن الفقير. ماجد مبارك العلواني قال: هذا يتم بمساعدة بعض الشيوخ الخونة الذين باعوا الضمير والشرف والغيرة. سعد أبو خطاب قال: لعذوان الكاظمي ما يدري لوم غلس. نعم، نذهب إلى ملف آخر، حيث تستمر أزمة شحة الأكسجين في المستشفيات الحكومية مع استمرار جائحة كورونا وتفشي الفيروس في العراق وارتفاع أعداد المصابين، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة لهذا اليوم فقط 4357 إصابة في عموم العراق. وأظهر تسجيل مصور بثه ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي نفاد الأكسجين في مستشفى الطفل المخصص لعلاج مصابي كورونا في ميسان. قال ناشطون بأن مستشفى الطفل في المحافظة والذي تم تخصيصه لعلاج مرضى كورونا نفد منه الأكسجين الطبي، حذروا من تسبب ذلك بوفاة الحالات الحرجة، فيما طالب ذوو المرضى الراقدين في المستشفى بإنقاذ أرواح ذويهم عبر تزويد المستشفى بالأكسجين. فلنتابع هذا المقطع. هاي الإسعاف داخل هم يريد يموت، وماكو مستشفى الطفل أكسجين، والله العظيم ماكو أكسجين مستشفى الطفل، وهذا المريض يريد يموت. في نفس السياق، في مستشفى الكندي في العاصمة بغداد، حالة من الذعر أصابت المرضى الراقدين وذويهم بعد وفاة مصاب بسبب شحة الأكسجين وغياب حلول للأزمة التي حصلت فجر اليوم. دعونا نتابع هذا المقطع من مستشفى الكندي في العاصمة بغداد. مشاهد مأساوية لمادة بسيطة، يعني هذه المادة لا تحتاج إلى تكلفة عالية، وقد شاهدنا بعض الناس الخيرة ممن لديهم معامل الأكسجين يعني سخروا هذه المعامل لتزويد المستشفيات بهذه المادة، ولكن تقف الحكومة يعني عاجزة أو متقصدة في هذا
الإهمال الذي ليس له أي مبرر. من التعليقات نقرأ حول أزمة الأكسجين في العراق. أم رهف قالت: المريض إذا راح للمستشفى يموت، أحسن شيء يبقى بالبيت، ماكو رعاية ولا اهتمام بالمستشفيات. الواثق بالله قال: مع الأسف بلدنا الغني بالنفط وبهذا الزمن اللي ما بحصار ما بمستشفيات تليق به، وبحق الثمانينات الضروس كان عندنا مستشفيات تحوي كل يوم آلاف من الجرحى. رنا قالت: يا ريت الناس تتعب، الوقاية خير من العلاج. هاي إذا أكو علاج، الفيروس ما إلى أي علاج معين، وكل واحد وحظه، والمستشفيات حتى لو كانت متطورة وكل شيء متوفر هم تصير وفيات. إيش حال مستشفياتنا اللي أبسط شروط النظافة ما متوفرة؟ أبو أحمد الكرادي قال: هاي نتيجة الاستهتار، ما الفتح المولات والمطاعم والإصابات قاعد تزداد، وهو الفيروس بالبرد راح يتخبل علينا كما قال. وقال: الشعب الوعي مالته لازم ركن وده يلطم كما قال، وراح ننقرض من وراء وزارة الصحة وكم واحد مستهتر. شريحة الأطباء واحدة من الشرائح التي تعاني بسبب الإجراءات الحكومية في تجميد العمل بقانون التعيين المركزي للخريجين الجدد، فضلاً عن عدم منح شهادة التخرج للخريج، ناهيك عن الرواتب القليلة والاعتداءات المتكررة عليهم في ظل جائحة كورونا، والذي أدى إلى نقص في الكوادر الطبية. الأطباء اعتصموا وطالبوا وناشدوا منذ بداية الأزمة دون أن تلتفت لهم الحكومة، حتى وصل بهم الحال إلى إصدار بيان توعدوا فيه بالبدء بإضراب شامل خلال الأيام القادمة، ما ينذر بتدهور الواقع الصحي وتفاقم واقع حال المستشفيات أكثر وأكثر. دعونا نستمع لجزء من بيان الأطباء قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم إضراب الطبيب قادم. تعلن ممثليتكم أننا على موعدنا السابق الذي أعلمت به الوزارة والحكومة للنظر في جدية وعودهم، وسيكون يوم السبت 19 من شهر أيلول الجاري موعدا لتعليق عملنا الشامل، والذي سيشمل جميع الردهات والأقسام بلا استثناء ولأمد مفتوح حتى تحقيق الحقوق. وهنا نؤكد مجددا على تشكيل لجنة فورية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ووزراء الصحة والمالية والتعليم العالي والداخلية وممثل عن الأطباء الشباب لوضع حلول نهائية وعاجلة لملف الأطباء وترك سياسة تبادل اللوم بين الوزارات، فنحن أصحاب حقوق ولم نطالب بأكثر من ذلك. إن الإنصات لصوتنا العاقل وإقرار حقوقنا كاملة هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وأن التعامل بالتجاهل أو العقاب سيزيد الوضع سوءا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نقرأ من التغريدات حول هذا الموضوع وهاشتاج اضراب الطبيب قادم. دكتورة غفران قالت: معلومة للي ما يعرف شيء، الطبيب دوامنا يوصل أقل شيء 12 ساعة باليوم، ما إلى حق بالوثيقة، راتب الاسمي 300 ألف، وفوق كل هذا يواجه جميع الأصناف، فيقابل بالإساءة والاعتداء والاعتداءات اللفظية والجسدية، وأخيرا لا ننسى تضحياتهم في ظل جائحة كورونا. استنفذتم قوتنا فلم نصمت بعد الآن. دكتورة هبة قالت: الأطباء من سووا إضراب جزئي وانطوكم مهلة حتى تنفذون مطالبنا، ووحدة من هاي المطالب هي الوثيقة بدون قيد أو شرط، تالي ورا كم يوم تنطوها للكل ما عدا الطب العام، لتضحكون علينا لو شنو، المهم الإضراب الكلي قادم وخلنا نشوف إيش راح تسوون. إبراهيم علق وغرد وقال: الطبيب العراقي يعمل في أتعس الظروف ولساعات عمل طويلة مقابل راتب بخس لا يساوي ربع مجهوده، ولن نسكت عن حقنا بعد الآن يوم السبت إضراب شامل. ابتهال غررت وقالت: وين أكو دار مال طبيبات كرفان منا وقيس إش قد مهتمين للطبيب، بحيث بكل عين صلفة يطالبوا الوزارة بساعات
عمل إضافية وتواجد 100% وهم مكان يرتاح به مثل الأوادم ما موفرين. إضراب الطبيب قادم. توفي الشاعر الشعبي العراقي عادل محسن اليوم الخميس عن عمر ناهز 60 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. وذكرت مصادر صحفية بأن محسن توفي في أحد مستشفيات العاصمة بغداد بعد صراع مع مرض ورم الكبد. تدهورت الحالة الصحية للراحل محسن قبل عدة أسابيع، نقل على إثرها إلى لبنان لتلقي العلاج، لأنه آثر العودة مؤخرا إلى بلده لمتابعة علاجه وفق المصدر ذاته. محسن من مواليد بغداد عام 1960، وهو خريج لكلية التربية من جامعة بغداد في عام 1985، ويعد من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة الشعبية في العراق. دعونا نشاهد معا جزءا من قصيدته هذا العراق الحلو، التي ألقاها على فراش المرض قبل نحو أسبوعين، والتي تم تداولها بشكل واسع بعد خبر وفاته قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات حول رحيل الشاعر. هذا العراق الحلو ما غير حبينا، وبغداد بيت الأهل والبيت ربيت. شاف العراق الحلو من الهموم أشكال، ويا من جرح الوطن بس ما بجث عين. ورادونا يا ما بشر نرحل الغير بلاد، وما عفنا هذا البلد ونحبه. الله يعين. وخايف، أنا خايف يضيع الوطن ما بين هذا وذاك. خايف يضيع الوطن ما بين هذا وذاك. وشي عوضة إن الوطن لا مال لا أملاك، نحتاج مال الدول أموال تهدينا، بس لو طلبنا وطن يا أهل ينطين. أنا مني مر أمامي اسم العراق كأنه أطمر قدامي أمه، أمي المرحومة. هذا هو، هذا حب العراق، هذا حب العراق، حب الوطن. رحم الله الشاعر عادل محسن. دعونا نقرأ بعض من التغريدات. اليوم تصدر يعني ترند رحيل الشاعر عادل محسن. حمد عبد الكريم قال: رحل الشاعر تاركا إرثا أدبيا عظيما، ولعل هذه المؤلمة المعبرة المفعمة بالروح الوطنية النقية جاءت بمثابة تلويحة الوداع، وغالبا ما يكون قبل أي وداع توصيات. رحمك الله وحفظ الله العراق لأبنائه وللعروبة. ياسر الياسري غرد وقال: كثرت منشورات التعازي في هذا العام الحزين، واليوم نفقد واحد من أهم رواد الشعر الشعب المعاصر، الشاعر الكبير عادل محسن في ذمة الله. الله يصبر أهله وناسه ومحبيه ويسكن فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حوت سومري قال: ماجد حميد قال: أحس العراق قاعد تفرغ سماءه من النجمات الحلوات، ويومية توقع نجمة ما بقى بس قمر وهلال، ننتظر وقعتهن وتصير سماك يا عراق ظلمة لا بيها عنفوان ولا مفخرة إنسان، صفة للفاسدين والذيول، وبقت يم الله كل الحلول. عادل محسن في ذمة الله. خالد المحسن قال: الشاعر العراقي عادل محسن في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الصعب الحديث عن أبا نور، ومن الصعب أن يرثي الأخ أخاه ورفيقه في محطات عديدة وذكريات مشتركة. رحمك الله أيها الشاعر الكبير والإنسان النبيل والصديق المبتسم، أسأل الله أن يغفر لك ويرحمك ويسكنك فسيح جناته. رحم الله الشاعر العراقي الكبير عادل محسن وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. والآن إلى فقرة أنت ترى. تعرض معتصمو كليات الهندسة الزراعية المتواجدين أمام وزارة الزراعة للمطالبة بالتعيين لاعتداء من قبل القوات الحكومية بالضرب، فضلاً عن الاعتداء اللفظي، محملين الحكومة وقواتها مسؤولية هذه التجاوزات. هذا المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، فنتابع. هاي هسه القوات الشغب هاي هسه باب الوزارة ضربوا المعتصمين
ودفعهم واجبارهم على فتح الشارع. هذول الوليد انضربوا تشوفوهم هاي فاني انت تتبعون تتبعون وانا هاي ضرب هذا على العمليه ما تضربوه هذا عمليه زين ما نخاع شوكي ضربوا عليها والله ابطال ابطال جيش سور الوطن زين حتى لو انا عندي امر والله انا لو بالجيش عندي ويعطيني امر وقدام قدام 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 ناس قدام ناس سلميين والله ما اضربهم زين ويانا الصبي أهلا بكم من جديد. يتداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يدعون بأنه يصور نائبا في البرلمان البحريني يحرق العلم الصهيوني احتجاجا على إعلان اتفاق التطبيع بين البحرين والإمارات من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، إلا أن الادعاء خطأ والفيديو المشهور قبل نحو 8 سنوات يصور في الحقيقة نائبا بحرينيا يحرق العلم الصهيوني ولكن احتجاجا على الحرب على قطاع غزة عام 2012. يصور الفيديو البالغ مدته نحو 30 ثانية النائب أسامة التميمي وهو يحمل العلم الصهيوني ويقول هذا شعاركم الذي جئتمونا به، ثم يضرم النار في العلم. دعونا نشاهد هذا المقطع. هذا شعاركم، هذا شعاركم الذي جئتمونا به، هذا شعاركم النجس. خلاص لا يا لا يا هذا شعاركم النجس لعنه الله عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعده اللي بعده البلد اللي بعده. اذا المقطع يعود لعام 2012 وليس الان. الان نذهب الى فقره البريد الوارد. وصلتنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: السلام عليكم، نطالب من قناة الرافدين أن توصل صوتنا إلى المسؤولين، إحنا خريجي المعهد التقني منذ سنوات ولا أي مسؤول ينظر إلينا. شنو ذنبنا نتأمل من قناتكم الكريمة أن توصل صوتنا. إن شاء الله يوصل صوتكم أعزائي الخريجين. نذهب الآن إلى الهاشتاج. نستاهل نعيش، واسم أطلقه ناشطون ردا على استمرار جرائم الاغتيال والتصفية لثوار ثورة تشرين وللشباب المناهض للعملية السياسية وحكوماتها وللكفاءات العراقية، وردا على حلقات مسلسل الموت المستمر منذ عام 2000 منذ 17 عاما. دعونا نقرأ بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم. نستاهل نعيش، مريم قالت وغررت: نستاهل نعيش بوطن يحترم مواهبنا وينمي طاقات الشباب، نستاهل نعيش بوطن ما بحرامية، نستاهل نعيش. رشا غررت وقالت: نستاهل نعيش لأن العراقي بعمره ما عاش، لأن كل يوم إحنا مصيبة جديدة، لأن كل فترة إحنا بمزرة
تاخذ من يمنا شكو شخص عزيز علينا نستاهل نعيش، لأن الثورة ما تموت وإحنا أهل الثورة. سجى غرت وقالت لم يمت ذاك الذي تفجر رأسه بيننا بل عاش حرا خالدا نستاهل نعيش. علي غرد وقال نريد سلام وطمأنينة لأن إحنا الشعب يستحق الحياة نستاهل نعيش. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. لقب بشيخ المجاهدين وأسد الصحراء لنتعرف على عمر المختار أحد أبرز المناضلين ضد الاستعمار في ليبيا والعالم العربي والإسلامي في ذكرى استشهاده بعد أن أعدمه الاحتلال الإيطالي بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1931. فلنتابع هذا التقرير. ننتصر أو نموت، رحم الله الشهيد عمر المختار. كم نحتاج في وقتنا الحالي كشخصية مثل عمر المختار. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.